بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم تمارين على جمع كثيرات الحدود وطرحها وضرب وحيدة حد في كثيرات حدود. بسم الله نبدأ. أولا عندنا جمع كثيرات الحدود وطرحها. السؤال الأول يقول أوجد ناتج 6 سين أس 3 ناقص 4 زائد سالب 2 سين أس 3 زائد 9. طبعا الآن عندي كثيرة حدود ثنائية ضرب كثيرة حدود ثنائية، والمطلوب جمعها. قلنا في الجمع نجمع المعاملات وتخرج المتغيرات كما هي بدون جمع أسس. طيب نجمعهم الآن، نضعهم بشكل رأسي ونجمع. طيب الآن أنا عندي هنا سالب موجب 6 وموجب 6 سين أس 3 وسالب 2 سين أس 3. طبعا نأخذ إشارة الأكبر اللي هي الموجب ونطرح، يطلع عندي كم؟ موجب 6 وسالب 2 يعطيني كم؟ موجب 4 سين أس 3. لاحظوا معي هنا الأس يبقى كما هو، اللي نعمله بس جمع إيش المعاملات فقط اللي هي 6 وسالب 2. طيب عندي هنا سالب 4 وموجب 9، ناخذ إشارة الأكبر اللي هو 9 إذا موجب، ونطرح 9 ناقص 4 يساوي كم؟ 5. طيب ممتاز. بعد ذلك عندنا السؤال التالي يقول هنا جيم أس 3 أوجد ناتج جيم أس 3 ناقص 2 جيم أس 2 زائد 5 جيم زائد 6 ناقص جيم أس 2 زائد 2 جيم. طيب احنا اتفقنا ان ما في كثيرات الحدود طرح، فنغير عملية الطرح هنا، نغيرها الى ايش؟ الى موجب، واي اشارة تواجهنا بداخل القوس الثاني نغيره. اذا اشارة الجيم هنا ايش بتصير؟ بتصير سالب، برضه هنا 2 جيم بتصير ايش؟ بالسالب. طيب نرتبها افقيا الان، او اسف عموديا. طبعا هنا مرتبة جيم أس 3 ناقص 2 جيم أس 2، لاحظوا بالأسس هنا، هنا جيم أس 3 بعدين جيم أس 2 بعدين جيم أس 1 بعدين إيش 6 اللي هي أس 0. طيب أضع الآن موجب زائد، طبعا الآن العملية عندنا بتكون جمع، إذا زائد ناقص جيم أس 2. طيب ما عندي أنا هنا أس إلا أس 2 وأس إيش 1، معناته الحد الأول هنا ما فيه مشابه له، إذا أضع مكانه كم يا شباب؟ أضع مكانه كم؟ أيوة صفر، عشان يحفظ مكانه بس. إذا نضع الآن صفر. طيب سالب جيم أس 2 إذا هنا بتكون سالب برضه، سالب جيم أس 2 بعدين سالب 2 جيم أس 1 نضعها تحت إيش؟ 5، نضعها تحت 5 جيم أس 1 كالتالي. طبعا الإشارة بتكون إيش؟ السالب. طيب يوجد عندي حد ثابت هنا في الثانية؟ لا يوجد حد ثابت، إذا نضع صفر زي ما وضعت في الأولى، إذا وضعت صفر عشان يحفظ إيش المكان فقط. طيب بعد ذلك نجمع جيم أس 3 زائد صفر تنزل جيم أس 3 زي ما هي. طيب عندي سالب 2 جيم أس 2 وعندي سالب جيم أس 2، يعني الآن بنجمع المعاميل، هنا سالب 2 وهنا سالب 1، إشاراتهم متشابهة إذا تنزل الإشارة سالب، و2 و1 يعطيني كم؟ 3، إذا الجواب سالب 3 جيم أس 2. طيب نجي للي بعدها، 5 جيم وسالب 2 جيم، طبعا ناخذ إشارة الأكبر اللي هي 5 ونطرح، إذا زائد 5 ناقص 2 يعطيني كم؟ 3 جيم، عندي موجب 6 زائد 0 تنزل 6 زي ما هي. واضحة يا شباب؟ في سؤال عليها؟ إذا أهم شيء عندنا الترتيب، لاحظوا الترتيب
هنا نبدأ طبعا ترتيبا تنازليا، أس 3 بعدين أس 2 بعدين أس 1 بعدين أس كم؟ 0. بعدين العملية الطرح نقلبها إلى جمع ونغير أي إشارة تواجهنا في إيش؟ القوس الثاني، ونضع كل حد مع ما يشابهه في كثيرة الحدود الأولى. طيب عندنا السؤال التالي الآن، يقول أوجد ناتج سالب 4 عين أس 3 ناقص 2 عين زائد 8 ناقص 4 عين أس 3 زائد 3 عين أس 2 ناقص 5. طيب يا شباب، أول شيء نشوف الأسس اللي موجودة، عندي أس 3 وعندي أس 1 وعندي أس 0 ماشي، وعندي هنا أس 3 عندي هنا أس 2 عندي هنا إيش؟ أس 0. طيب الأسس اللي موجودة عندي هنا بالترتيب تكون إيش؟ 3 و2 و1 و0. أسوي جدول، طبعا أولا عين أس 3 بعدين عين أس 2 بعدين عين، آسف، عين أس 2 أيوه بعدين عين أس 1 بعدين كم؟ الحد الثابت. الحد الثابت. طيب نبدأ بالأولى، عين أس 3 عندي عين أس 3 موجودة في الحد الأول صح ولا لا؟ إذا سالب 4 عين أس 3، كل واحد آخذ بإشارته. طيب عندي أس 2 في الأولى، عندي أس 2 لا يوجد، أضع إيش؟ صفر. طيب يوجد أس 1؟ نعم، وأضع بإشارته، إذا سالب 2 عين أس 1. طيب الآن قاعد أشطب عشان معي شيء كتبته. طيب الحد الثابت عندي هنا موجب 8. طيب الثانية الآن بنغير الإشارة تكون إيش؟ موجب، بعدين هذه سالب، بعدين هذه سالب، بعدين هذه إيش؟ موجب. يلا عندنا أس 3، نعم عندنا الآن سالب 4 عين أس 3. طيب عندنا عين أس 2، نعم عندنا إيش؟ سالب 3 عين أس 2. يلا هذه راحت مع هذه وهذه راحت مع هذه. طيب عندنا أس 1 هنا في الحد الثاني، لا يوجد، إذا نضع إيش؟ صفر. الحد الثابت عندي بيكون إيش؟ موجب 5 لأن غيرنا إشارته. يلا بعد ذلك نقوم بعملية إيش؟ الجمع. طيب عندنا هنا الإشارتين متشابهتين، سالب 4 وسالب 4 يعطيني كم؟ سالب 8 عين أس 3. طيب عندي صفر وسالب 3 عين، ينزل زي ما هو سالب 3 عين أس 2. طيب عندي هنا سالب 2 عين وصفر، ينزل زي ما هو سالب 2 عين. طيب عندي موجب وموجب، إذا الموجب ينزل، نجمع 8 زائد 5 يساوي كم؟ 13. واضح يا شباب؟ بعد ذلك ننتقل إلى درس ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود. زي ما عرفنا في ضرب وحيدة حد في كثرة الحدود نضرب المعاملات، بالنسبة للمجاهيل كلنا نجمع ايش؟ الأسس. طيب زي ما هو موجود عندي هنا الآن، 5 نون، لاحظوا معي، 5 نون ضرب سالب 3 نون أس 2 زائد 2 نون ناقص 4. يلا شباب نضعها طبعا رأسية ونبدأ نضرب. موجب في سالب يعطيني ايش؟ سالب، وخمسة في ثلاثة 15، ونون أس 1 ضرب نون أس 2 نجمع الأسس، قلنا في الضرب نجمع الأسس، إذا بيطلع لي نون أس كم؟ أس 3، إذا سالب 15 نون أس 3. طبعا الآن خلصنا الحد الأول، هذا خلاص الحد الأول، يستحسن تشطبه عشان ما ترجع له مرة ثانية. يلا الآن ننتقل للحد اللي بعده، موجب في موجب موجب، 5 في 2 10، ونون في نون يعطيني نون أس كم؟
ها شباب، نون أس 2، نجمع الأسس، هنا أس 1 وهنا أس 1، نجمع الأسس. طيب الحد الأخير الآن موجب في سالب سالب، وخمسة في أربعة 20، والنون ما في شيء نضربها فيها، إذا تنزل زي ما هي. إذا الجواب سالب 20 نون. الجواب النهائي بيكون سالب 15 نون أس 3 زائد 10 نون أس 2 ناقص 20 نون. واضح يا شباب؟ عندنا السؤال التالي، يقول أوجد ناتج سالب 3 لام أس 4 راء أس 3 في 2 لام أس 2 راء أس 4 ناقص 6 لام أس 2 أس 6 راء أس 3 ناقص 5. نرتبهم ترتيبا عموديا ونبدأ نضرب. خلونا نحلها مع بعض يا شباب. يلا نضرب. طبعا عندنا سالب في موجب يعطيني سالب، ماشي، 3 في 2 بيعطيني 6، والمتغيرات نجمع الأسس فقط. إذا هنا عندي لام، عندي 4 و2 كم يطلع؟ أس 6 صح ولا لا؟ راء أس 3 وراء أس 4 يعطيني راء أس كم؟ أس 7. إذا هذا الحد الأول خلاص انتهيت منه. أجي للحد الثاني، سالب في سالب بيعطيني إيش؟ موجب. 3 في 6 بيعطيني كم؟ 18. لام أس 4 في لام أس 6 يعطيني لام أس كم؟ أس 10. أحسنت، أس 10. نجمع الأسس، راء أس 3 في راء أس 3 يعطيني راء أس كم؟ أس 6. طيب خلصنا الحد الثاني، نضرب الحد الأخير، سالب في سالب يعطيني موجب، 3 في 5 يعطيني كم؟ 15. طبعا هنا ما في مجاهيل أضرب فيها، إذا تنزل المجاهيل دي زي ما هي، اللي هي لام أس 4 وراء أس كم؟ 3. واضحة يا شباب؟ طبعا هذه محلولة. ننتقل للسؤال اللي بعده. طيب عندي هنا الآن التبسيط، احنا اتفقنا أن التبسيط هو جمع الحدود المتشابهة. إذا الآن عندي عملية ضرب وطالب مني برضه ايش؟ عملية ايش؟ تبسيط العبارة. إذا أول شيء أضرب. أضرب السين بداخل القوس الأول، بعدين أضرب سالب 2 بداخل القوس ايش؟ الثاني. طيب لو ضربنا الآن نبدأ نضرب، نكتب الكثيرتين الحدود مرة ثانية، سين في 3 سين أس 2، طبعا هنا فيه معامل واحد، واحد في 3 ينزل 3 ولا لا؟ وسين في سين أس 1 في سين أس 2 يعطيني سين أس كم؟ أس 3. طيب بعدين الإشارات، موجب في موجب تعطيني موجب، 3 في 4 12، والسين آسف سين في 4 سين في 4 يعطيني 4 سين. نضرب هنا واحد موجب في موجب موجب، 1 في 4 4 والسين تنزل. طيب نجي للقوس الثاني، سالب في موجب سالب، و2 في 7 14 والسين تنزل. طيب سالب في سالب ايش يعطيني؟ موجب، و2 في 6 2 في 3 يعطيني 6. طيب الآن أنا ضربت، لكن هل هي مبسطة ولا غير مبسطة؟ لاحظوا 3 سين أس 2 زائد 4 سين ناقص 14 سين زائد 6، غير مبسطة. وين الحدود اللي غير مبسطة؟ عندنا الحدين اللي هما مين؟ أيوة، اللي هي عندنا الحد الأول هذا والحد الثاني، هذول الحدين اللي هما كلهم إيش؟ متغيرهم سين أس كم؟ أس 1. طيب أنا عندي الآن موجب 4 وسالب 14، كم يطلع الجواب؟ عشان أبسطهم. أيوه يعطيني إيش؟ سالب 10 سين. إذا أشطب الحدين المتشابهين هنا وأجمعهم يعطيني سالب 10 سين. أكتب المسألة مرة ثانية كما يلي، إذا 3 سين أس 3 تنزل، الناتج الجمع اللي سويته أنا سالب 10 س تنزل والستة تنزل، لذلك أكون بسطها. شلون أعرف إني بسطها ولا لا؟ أشوف هل في حدود متشابهة؟ لا يوجد حدود متشابهة، إذا العبارة مبسطة. واضح؟ في سؤال يا شباب؟
تفضل، اللي عنده سؤال يسأل. يلا تقصد هذه يا محمد، تقصد الإشارة هذه، تقصد الإشارة هذه؟ لا لحظة، هذه الآن ما هي بإشارة طرح، هذه ضرب، لاحظ جنبها قوس مضروبة فيه، ماشي. نقلبها لو كان ما فيه هنا اثنين، واضح معي محمد؟ هنا فيه اثنين، إذن فيه هنا عملية ضرب. أما لو كان هنا ما في اثنين، يعني على طول قوس ناقص قوس، هذه في الحالة هذه نقلب الطرح إلى جمع ونقلب ما بداخل القوس، واضحة؟ طيب إذا الفكرة في السؤال هذا، أول شيء نضرب، نفك القوس لنضرب الحد الأول في الحد الأول، بعدين الحد الأول في الحد الثاني، بعدين القوس الثاني نضرب الحد الأول في الحد الأول، بعدين الحد الأول في الحد الثاني، مع مراعاة أولا ضرب الإشارات، بعدين ضرب المعاميل، بعدين جمع الأسس في ضرب إيش المتغيرات. ماشي يا شباب؟ طيب يكون بذلك انتهينا من درسنا اليوم اللي هو المراجعة. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.